سيدنا السلام عليكم، مرحبا بيكم. صافا كي داز النهار؟ كل شيء وهذاك ناشطين بخير، كل شيء مزيان. جيناكم فكرة جديدة ديال حياتي قصص، برنامج ولا واحد الجلسة ما بيناتنا خفيفة ظريفة. غندويو فيها على بزاف ديال الحوايج اللي كيقيسونا. بطبيعة الحال انا مرة غادي ندوي على العيالات، ولكن في نفس الوقت كندويو مع الرجال. اليوم ربما غادي نجي ندوي على واحد المسألة اللي شويه بحال ولات فيها شويه الميوعه. وقيل انا ما غاديش نحكم، انا ما حقيش نحكم، ولكن غنخليو النقاش اللي بيناتنا هو اللي يحكم في القضيه كاع كامله. مرحبا بكم، يلا دخلوا عندنا. مرحبا. بغيت غير نقول لكم باللي حياتي قصص غيكون معكم نهار يه نهار لا على موقع لالا بلوس. يمكن لكم تصيفطوا لنا رسائل في الخاص ديال الصفحه ديال لالا بلوس، هاد الرسائل كنقراوهم وبهم كنبنيو القصه. بطبيعه الحال كنتسناو التفاعل ديالكم نتوما، يعني كدويو معنا وكندويو معكم. كل مره غندويو على قصه من القصص ديالنا، كل مره غندويو على تجربه من التجارب ديالنا، شي حاجه قصحتنا، شي حاجه فرحاتنا، شي حاجه ضراتنا، غادي ندويو عليها وغنعطيو راينا وغادي نسمعوا لبعضياتنا ونسمعوا من تجارب بعضياتنا. شي مرات كنكونوا قرب ناخذوا قرار، او لا صعيب علينا ناخذوا قرار، اولا كنفكروا في شي حاجه وما قادرينش نديروها، ولا ما زاعمينش، ولا عندنا شي مشكل مقصحنا، عندنا شي حوايج ما قادرينش ندويو فيها، ما قادرينش نتكلموا عليها. هاد الجلسه اللي غنبقاو نجلسوا فيها كل مره، يعني مره كل يومين، فيها غادي ندويو على كاع داكشي اللي كيقيسنا، اللي مسموح به واللي غير مسموح به. يعني كنتمنى ان الناس اللي غيكونوا معنا في لاباج يكون عندهم واحد المستوى من الوعي، يعني ما عندنا ما نديروا بداكشي ديال السبان والمعيار وداكشي كامل، عنده ما يزيد ما ينقص. من الاحسن اننا نناقشوا بواحد الطريقه زوينه وراقيه باش هكذا نستمروا مع بعضياتنا وندردشوا مع بعضياتنا في هذا اللقاء هذا اللي غيجمعنا بكم بطبيعه الحال على موقع لالا بلوس وعلى الصفحه الرسميه ديال لالا بلوس على الفيسبوك. بصراحه ملي كنا كنحضروا البرنامج بزاف ديال الاراء كانت كثيره حول الطريقه باش غادي نخدموه، وحتى انه جات الفكره اننا ما غنحددوش بوقت، حنا معاكم دونك نتوما هنا بغيتو تدويو حنا معاكم جالسين جليسه اونصومبل. كل مره يمكن غتكون في بلاصه، كل مره غتكون في فضاء باش غادي ندويو مع بعضياتنا، باش نتواصلوا مع بعضياتنا. بلاتي قبل ما نبدا خاصني نبارطاجي بعدا هادشي شي شويه باش كلكم تكونوا معنا. يلا بارطاجيو وجيو عندنا غنبارطاجيه. فين خاصنا نبارطاجيو بعدا؟ شوف انايا سمحوا لي وصافي، يلا كنتعلم معكم هادشي. ياك خليهم معايا. كريم شكرا بزاف اليوم حضر معنا في الحلقه الاولى، المهم قبلوا عليا وصافي بارطاجينا عندنا. ايوا يلا انا كنتسناكم تطلعوا دابا، يلا كنتسناكم تجيو معنا، كنتسناكم تواصلوا معنا. مرحبا بكم واهلا وسهلا بالجميع. الوغ علاش غادي ندوي في هذه الحلقه الاولى؟ واحد الحاجه دايره حاله اليومات، كلشي دار قنوات ديال اليوتيوب، كلشي كيدوي في يوتيوب. ولكن هادشي ماشي مشكل زعما باش ندوي ولا شونج نقولش عنديش عندك نتحتو نجمعو، مكاينش مشكل، شي حاجه زوينه. بالعكس كنتقاسموا مع بعضياتنا تجارب، كندويو كعيالات كدا، هادي مرحبا. ما فيهاش حتى شي مشكله هاد القضيه هادي. فينكم باقي ما طلعتوش عندي؟ ولكن بحال شويه داكشي ولا في شكل، ملي تنقول ولا في شكل زعما شويه ما عرفت. نتوما غادي تحكموا، حنا غادي نمشيو نشوفوا شي حاجه. كنتسناكم يطلعوا عندي. سميه سلام لاباس عليك. نور الهدى اهلا لاله سكينه، اهلا بك نور الهدى. امينه السلام عليكم، مرحبا بك امينه. يلا انا كنتسناكم غير تكونوا كثار دابا معنا باش نبداو الهضره بيناتنا. بزاف الناس ملي لونسينا البرنامج قالوا لي، ولا لونسينا هاد الجلسه صح هو ماشي برنامج، قالوا لي واش هادشي غيكون غير بوغ لي يعني العيالات غير بوغ لي فان. قلت لهم اودي واش نقول لكم، هاد لي لايف اللي غنبقاو نديرو ايه بالفعل على ود النساء، لان غندويو في شي حوايج اللي هي حميميه شويه، شي حوايج اللي كتدخل في شي تفاصيل ديالنا حنا البنات ولا العيالات مع بعضياتنا. ولكن هادشي ما كيمنعش انه حتى الراجل يكون معنا بطبيعه الحال، لان مواضيع كتقيس المراه والراجل. خاصنا نخرجوا من ديك العقده ديال اننا نتكلموا على اشياء اللي كضرنا. انا هاد الفرصه غادي نستغلها باش ندويو على بزاف ديال الحوايج اللي كيضرونا، اللي كيعجبونا، اللي مريحيننا، اللي ما مريحيناش. المهم غتكون فرصه
باش ندويو على بزاف د الحوايج. ما شاء الله عليكم، ها نتوما بديتو كتجيو، مرحبا، شكرا لكم، حتى انا كنحبكم وكنموت عليكم. شكرا على كاع هاد الرسائل الزوينه دابا اللي كنشوف فيها، سعداتي والله العظيم. سلام سكر غزاله، السلام عليكم، سلام توجور بيل من ورا اختي سكينه، سلام مريضه ديال ميدراديو، شكرا لكم. اللي النقاش مرحبا الراجل ولا المراه، مرحبا بالجميع. غير هو حنا زعما قلنا انا غندوي دو بلوس مع العيالات، ملي كنقولوا واحد ملي كنقولوا غندوي على يعني على قصص الحياه، غندوي على شي حوايج اللي حنا جربناهم، اللي حنا شفناهم، شي حوايج اللي حنا عشناهم. احساس المراه راه كيختلف على احساس الراجل، يعني راه ما كيمشيش الراجل معاك في الخط، هو يمكن يكون عنده واحد التفسير معين لاحاسيس معينه، المراه كيكون عندها تفسير معين اخر. راه الراجل كاين اللي بالنسبه ليه قال لك صباح الخير راه عادي، كاينه المراه الا ما قالش لها راجلها صباح الخير بضحيكه فيها مشكل. اذا كل واحد فينا بطريقته، انا ما يمكنش نحكم بطريقه الرجال لانني كنبقى امراه، ولكن هادشي ما كيمنعش انه يكونوا معنا رجال باش نغنيو النقاش. بطبيعه الحال انا غنتكلموا على بزاف 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 ديال الحوايج اللي كيقيسونا في العمق، يعني كيقيسونا في الفون. اسمعني، نتمنى انكم تكونوا معنا كثار وبارطاجيو، وهذه الحلقه الاولى نتمنى انكم تبارطاجيو بارتو باش هكذا نغنيو النقاش وندويو مع بعضياتنا ونجمعوا ونستافدوا ونعطيو ارائنا للجميع. انا بغيت نعاود نذكركم بواحد القضيه، يمكن لكم اي سيده كيف ما كانت وفين ما كنتي صيفطي لنا غير ميساج في البريفي ديال لا بلوس، يعني باش ما نصعبوش عليكم الماموريه، غادي تصيفطوا لنا غير ميساج البريفي ديال لا بلوس، غادي تحكي لنا فيه القصه اللي دارك. حنا ما كنبحثوش على شكون نتيا ولا كيفاش ولا علاش ولا وقتاش ولا ولا ولا، حنا بغينا نسمعوا منكم قصص اللي هي حقيقيه، نعيشوها معكم، نعيشوا معكم التجربه، نحكيوها، نشوفوا الاراء ديال الاخر كيفاش غتكون، يمكن نفيدوا بها واحد اخر عاد كيدوز منها، اولا واحد اخر كيفكر انه يعيش نفس التجربه، ولا فرصه باش نفيقوا شي حد، ولا فرصه باش نفيدوا شي حد، ولا فرصه باش نواسيوا شي حد. فنتمنى انكم تكونوا معنا، يعني تكونوا معنا متفاعلات، ومرحبا بكم، وغادي نفرح بزاف 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 الا استقبلت يعني استقبلت الرسائل ديالكم، استقبلت القصص ديالكم، غنفرح بزاف انني نبارطاجيها معكم. وعلاش لا ما نبارطاجيوش الناس اللي حنا عشنا معاهم تجارب، وعشنا معاهم مشاكل، وعشنا معاهم قصص. الحياه كلها قصص كثيره، ولكن كل واحد فينا كيفاش كيعيشها. المهم انا كنشكركم بزاف، ما شاء الله عليكم، هانتوما مازالين معنا، نتمنى لكم تزيدوا تكثروا اكثر فاكثر. نقاشنا غيكون بعديتنا. ام ايوب كديره لاباس، سلام سلام حبيبتي سكينه صاحبه ارقى صوت ادهاش، يعني جيت فرحه بتعرف على طلتك الجميله بالمباشر، ما شاء الله عليك، مرحبا لا سميه، كنحمق عليك سكينه، الله يحفظك ليا. شنو الموضوع؟ انا جايك الهضره امي، اما خليك معانا. واش في اي موضوع ولا كاين موضوع محدد؟ لا بروشينمون غنبقاو نديرو اللي بغيتو، بغينا نديرو مواضيع محدده، راه غادي يكونوا مواضيع محدده ولكن غنتناقشوا عليها. بغيتو اننا كل واحد يتكلم على داكشي اللي ضرو كيف ما تنقولوا، نقدروا نديرو حلقات مفتوحه، علاش لا؟ احنا هذه جلسه بيناتنا خفيفه ظريفه، بحال كنشربوا قهوه ولا كناخذوا عشيوه ولا شي حاجه ولا المهم. سمحوا لي انا راه خصني ناخذ التيزان ديالي. يلاه يلاه يجيني مع القصه ديال النوم باش نقدر نرتاح. كيبان لي اليوم راه الكاسكيت ديال الراديو حاضره بزاف، ولكن المهم مرحبا بكم في لالا بلوس. تحياتنا لسينابيل كيشوفنا حتى هو، مرحبا بك، حنا كنرحبوا حتى بالرجال، مرحبا بهم. لالا نونا شكرا الزين. واخا كيبان لي على بركه الله نبداو السوجي ديالنا. واخا كتشوفوا هاد لاشين ديال يوتيوب دانييرمون ولينا كنشوفوا بزاف ديال الحوايج فيها، روتيني اليومي، ملي كنفيق نمسح عينيا، كنغسل وجهي، كندخل لي طواليت، كنبدل حوايجي، كنجفف الدار، كنصبن الحوايج، كنخرج نمشي نخدم، تغديت بالقرعه والفجل، مشيت لهنايا، جيت لهنا، بون كنبقاو نتسائلوا واش هاد المساله هادي عندها باش تفيدني انا، واش عندها باش تفيدني، ما عندها باش تفيدني، واش عندها باش تفيدني، ما عندهاش باش تفيدني. كنلقاو بزاف ديال الاسئله كيطرح ديغنييرمون، ولينا كنشوفوا حاجه اخرى، ولينا كنشوفوا ما عرفتش كيفاش غنسميها، ولكن سمحوا لي نتوما اللي بارطاجيتي، ومن حقي انني نقول شنو واقع، انا غادي نعطي الصوره كيف ما هي والناس هما يحكموا. ياك سي كريم، ما فهمتش انا كتجفي ولابسه كولون وكتبيني على الناس، ما فهمتش زعما. المهم نشوفوا هذا الفيديو تو دو سويت
ونرجع نكمل معاكم. فوالا هي هذيك، نمشيو نشوفوه في ورجع. اي حاجه هي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. سمحوا لي، حنا راه ما حنا مختاريناش البنات بالضبط داكشي اللي كتبوستيو، كاين اللي ديال العموم انا مختارينا حنا بشكل اعتباطي. ملي كندير القلم كنطراس الحجباني، خصوصا ديك الساعه معنا وهذاك العرض مباشره، البنات اللي كيشوفوني مباشره اللي كيعرفوني هنايا صديقات ديالو اللي كيعرفوني مباشره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم بخير. البنات غنمشي غناخذ ليا هكا شي كولوم اللعيبه ديالو صبات شي حاجه من داكشي اللي غنلقى ونوري نشاركو معكم. حنا راه شارة دالي الطيار ديش ناقية شي. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديالي. ما كنقولوش ما عرفتيش هادي كتعلموا البنات كيفاش تقليو الفريت. الا ما عرفتوش تقليو الفريت كيفاش تمسحوا الغبار. ضروري الا بغيتي تجوجي خصك تكوني حاجه بالتعافي تمسحوا مزيان. والله انا يا زعما راه شوفوا نتوما حطيتوا هادشي، اذا باش ما نبداوش من الحلقه الاولى بالحرب. نتوما اللي حطيتوا هادشي تحملوا مسؤوليتكم. اييه داكشي هو هذاك. سبحان الله العظيم ما درنا الفيديو كريم وما يطلعوا لي فيو. عجيبه القضيه. مزيان. مرحبا مرحبا مرحبا. هل يعني هلو اللي خلاوها هلو؟ ايوا مزيان. اش بان لكم في هادشي دابا؟ ما عرفتش شبان ليكم فاش. حنا ما غاديش نكونوا ضد، زعما ماشي ضد انه الواحد هذا نديروا قناه في يوتيوب نطلعوا لي فيو، ولا بحال المشكل اللي وقع السيمانه اللي فاتت ديال ساره ابو جاد اللي مشات اختها ولدات وبدلات الوالد، وكانت واحد الرساله عنصريه في لو ميساج، ودخلوا جمعيات على الخاطئ الى غير ذلك، ومن بعديا خرجت بررات. وانا شخصيا اتصلت بزوج ديالها عبد الله ودوينه، وقال لي لا حنا ما فهمناش، حنا هي تصرفات بطريقه عاديه زعما، حتى لقينا هذا الشيء مشى في واحد الاتجاه اخر وكذا وطاطا 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 وطاطا. هنا انا كنبدا نقول زعما هاد لو ستيل اللي ولا انفلونسوز يوتيوبرز كنشدو واحد الانسان وكنعيشوه، داك زعما داك الجو ديال راه حنا ستار، اجي نعيش الجو ديال ستار ما كيهمش، او المقاليب انا هما اللي كيساليو معايا الصراحه. كندخل الصباح كنكونسلتي فيسبوك كيبدا يطلع عليا مقلب فايزه فخوها، نبيل في عمتو، جلال في ماما، عرفتوا شنو؟ اليوم غندير واحد المقلب الراجلي. انا حامله وغنقول لي طاح ليا بنادم ومطلخه راس الدويات الحمراء وما عرفت داكشي، عرفتوا اليوم راجلي غنقول لي درت تاتواج وغنشوف الحيحه اللي غايد. بغيت غير نسولكم ربي الا ما جاوبوني، زعما انا دابا غنطلقها اوبن، بغيت غير نسولكم واش كتكونوا متفقين مع بعضياتكم؟ ربي الا ما جاوبونا. الا كنتو كتكونوا متفقين مع بعضياتكم هذه هضره، ويلا كنتو ما كتكونوش متفقين مع بعضياتكم هذه هضره اخرى، حيت راه مابقينا فهمنا والو. غادي ندير مقلب الراجلي، غادي نقول ليه راني جاني الطلق وطرطقت السقيه وما عرفت ما ندير، وجري جري جري والسبيطارات وزلق وطاح وناض. انا كنسول الناس اللي كيتفرجوا في هذا الشيء وكيعطيو لي فيو والجيمات واللايكات وكينضموا ليهم، اشنو كيعجبكم في هذا الشيء؟ واش حنا كيخصنا نشوفوا بنت لابسه كولون وكتيرنا المؤخره ديالها وكتعطينا واحد واو غادي نديروا لها لايك 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 اللي خلات ردوا شي بيني بلوك 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 بلوك، ولا حنا خاصنا نبداو نتفيشو نتعيشو؟ ولا شنو؟ مفهمتش انايا. ولا بدينا كنديروا نوع من التسويق الاباحي بلا مباشر، ها نتوما شوفوا الفورما بلا ما تكون عريانه. سمحوا لي المصطلح. هنا كنبداو تطرحوا بزاف ديال الاسئله في هذا الباب. هذا كنشكركم بزاف على الرسائل الزوينه ديالكم ديال الحب الرائع اللي ربي رزقني به معكم، شكرا بزاف. ولكن انا المهم غنحاول نشوف لي كومونتير. لاله سميه سي لا بروميير فوا كو جو فوا سيت فيديو، هي دي الحلقه الاولى. مرحبا. غنتلاقاو كل يومين
كل مره غندوي على شي حاجه غزاله في حالكم ولا شي حاجه ضرانا ولا شي حاجه مديرونجينا الا غير ذلك. اهلا لاله سكينه زوينه، شكرا لك لاله شاده. سميه مي هادشي بزاف سي طرو، انا معك زعما واخا زعما سمحوا لي ليكيب ليكيب الاعداد قالوا لي خصك تبقاي موضوعيه، راه واخا تنحاول نكون موضوعيه ما نقدرش، الغلب الله هادشي اللي عطى الله ما عرفش، قراوني الصحافه وداوني اتجاه اخر ما فهمتش، الصحافي خصو يكون موضوعي، ولكن انا ما قلتش انا صحفيه بصراحه. سي فري هادشي بزاف بزاف بسال وعيق اييه سي فري، ما على اسئله بزاف كتطرح على اليوتيوب واش كنربحو منو شي حاجه ما كنربحوش منو شي حاجه، بعدا دير اسئله كثيره كطرح في البال. نتعاملوا بهاد البلاتفورم زوينه، الناس تيتعاملوا بشي حويجات اللي هما مفيدين غير يفيدوك، انا نجلسوا ندويو نتناقشوا نبين لك دي برودوي. دوك اليوتيوبرزات والانفلونسر لي زانفلونس اللي كيمشيو، المهم سمحوا لي على المصطلحات يلاه كنحفظهم، اللي كيمشيو ويديروا بروموسيون ديال لي برودوي وكذا، وهادي مزيان الله يكمل بالخير كترزق الله برافو. بقاو البنات واحد لا سورس فين يخدموا، قاو واحد لا سورس فين كاين اللي باغا تربح الفلوس، كاين اللي باغا تربح الشهره، كاين اللي باغا تحضر لي زيفينمون، يعني كنخرجوا لي زيفينمون كنشوفوا راه كدير عليكم حيحه صافي بليزير، ولكن باش انا نلبس كولون وتريكو قصير ديال اختي ونبدا نجفف ونوري الناس الجفاف، كنظن ان كل بنت علمت تجفف دار ماما زعما ما محتاجاش انك تجي انت توريها كيفاش غتشقى في الدار. روتيني اليومي انا غير نتسطم فهم هذا روتيني اليومي باش غيفيدني انا من دخل نتفرج فيه. كاين بعض المرات كيكون شي حويجات زوينين اييه نشوفوهم، ماشي مرات ما عرفتش امي ان كتقول ويلي فضيحه هادي كيبغيو يجيبوا النسب المشاهده، وراه ايه دابا واش كيجيبوا نسب المشاهده؟ انا راه دابا بغيت نقول لك شنو كيجيبوا، راه حاجه اخرى راه ماشي نسب المشاهده. انا مع احترامي للكاع، شوف انايا ما كنقذف حتى شي وحده من هادو اللي دوزنا وما كنقذف حتى شي وحده، كل واحد حر يدير داكشي اللي مناسبو. انا حنا كنتناقشوا على واحد الحاجه اللي فريمون ولات كديرونجي من قبل، ولينا كنشوفوا فيديوهات اكسبتابل، المهم الناس يلا بدات كتعرف يوتيوب بدات كتعرف قناه بدات كتعرف، ولكن باش نوليو في القناه ديال اليوتيوب مقلب في خويا والبارح كنشوف وحده جايبه كلب لخوها، خوها عنده فوبيا من الكلاب، السيد غير يسخف غيموت وهي فرحانه كتقول لي باقي تعاود كانها كتربي في دري صغير وكتشي كتصورو غترميه، اي غيجيب نسبه المشاهده. ما فكرتيش في داك خوك كي غيتجرسل قدام صحابو قدام حبابو قدام داك المنظر ديال الدري قدو قدش يقول ماما عتقيني، زعما ما الدماغ الدخلاني كيفاش كيفكر. صافي حنا امهم داخله معاهم والعائله، المهم انا ما كنسب حتى شي واحد ما كنعتى شي واحد، انا كنقول داكشي اللي كنشوف فيسبوك واللي فعلا تنبدا نطرح السؤال حتالين، لان هذه ولات قصه من حياتنا. الصباح كتفيق كتكونسلتي فيسبوك كتلقى العجب صراحه، يا كتلقى كاينه واحد الصحافه ديال فضائح 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 جرائم 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 جرائم، يعني كتفيق الصباح عوض ما حيت دابا ولينا كنكونسلتي فيسبوك صباح قبل كنتي كتقرا الجورنال، كتقول يا ربي السلامه بديت الصباح بهادشي، كتقول بلاتي نشوف شي فيديو نضحك شي شويه، ملي كتشد الضحك مقلب في راجلي اليوم غنوريكم اش درت لمحمد، جا عرفتي جا من الخدمه واش درت لي واش درت لي واش درت لي واش درت لي واش درت لي، ربي ربي ودخلينا البيت كدنعاس ودخلينا الحمام ديالك ودخلينا الكوزين ديالك، هادو راه كوزينتك الا غطيبي مرحبا، بيت النعاس ديالك عباد الله راه الحميميه ديالك هذيك راه سي بلاصتك ديالك راه حشومه تدخلي ليها الناس، الحمام ديالك عباد الله تفاصيل حياتي انايا علاش يعرفوني عباد الله فين فطرت وفين مشيت وفين جيت وفين طلعت وفين نزلت وشنو درت وعند من كنمشي واش من كوافير كندير واش من هذا كنمشي عنده، زعما فريمون كنطرح السؤال انا فاهمه كنطرح السؤال. كوثر كتقول هذه سميتها السعايه الالكترونيه، ممكن والله العظيم الا جبتي مصطلح خطير كوثر، ممكن عندنا السعايه في الروجات عندنا السعايه الالكترونيه. وبصراحه انا ماشي كنتحامل ولكن هذا الواقع للاسف هذا الواقع. والله اختي سكينه حتى الشوه ولات في اليوتيوب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اسمحوا لي والله حتى اختي سكينه ولات شوها في اليوتيوب وياه، قلت التربيه وانعدام الوازع الديني وقلت الحشمه والحياء، انا ما غندخلش في هذا الجانب هذا ديال الوازع الديني وقلت الترابي وقلت الحشمه وقلت الحياء، يعني كتبقى كل واحد يدير داكشي اللي مسلكو كل واحد كيدير داكشي اللي مناسبو، انا غنقول لك غير كنطرح السؤال فاش انا غتفيديني نتيا من غادي نشوف كلابسه كولون، يمكن انا ما تفيدينيش يمكن وحدين اخرين تفيديو فسعه امل كثر التفاهه. لالا نونا حشومه اختي سياسين هذا حطب جهنم،
الله يخليك. هذه المساله كتبقى ديال الله، ربي هو اللي قادر انه يحكم ويفصل في هذه المساله دي. حنا ما غندخلوش فيها، حنا تندويو على شنو كنشوفو قدام عينينا وخلاص. فسحه امل، قله الحياه وانعدام التربيه، كوثر السعيه في اليوتيوب شوهو غير راسهم، ما عرفوش كيفكروا بالطريقه ولا لا. لا حول ولا قوه الا بالله. البعد على الله والفراغ هو اللي كتخلي الناس يخطئوا بزاف. راه الناس اللي كيعطيوهم فرصه. لو سمحي لي انت عطيتيني برودوي عطيتيني برودوي بواحد الطريقه معينه، انا غنتفرج. وباش نكونوا صراحه، يعني ولد غيدخل كيشوف بنته مفصله راه غيجلس يشوف فيها، هادي واحد الطابع غريزه غيتحرك فيه، غيجلس كيشوف فيها وكيفصل فيها وكي دايره وكيفاش علاش كيفاش تركات. يعني هادي مساله اللي ما يمكنش اننا حنا نبقاو نقولوا لا حكا، ما هادي زعما اساسا. انا كنتسال على انت هي اللي كتمشي كتحطي داك 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 الكونتينو، اشنو هو الهدف. انا واحد اليوتيوبوز ما نقولش سميتها شكون، المهم يمكن واحد النهار كنتناقشوا، قالت لي انا مستعده نبان بالمايو دبا غير نطلع لي فيو، فهمتي؟ وليش عليك هذا المايو دبا حيدي انت كاع؟ ليش انا قلت لها قالت لي حيدي، ما عندكلاش ديري المايو دبا زعما وتغطي شويه من الفوق شويه من تحت، حيدي انت يا كاع وغتجيبي لي فيو. ما نعاودش ليك، ما حنا محتلين الرقم القياسي في شي حوايج غنعاودو ندويو عليهم من بعد، غتجيبي لي فيو غادي تقولي قطعي عباد الله وغير عندك عباد الله وغتولي مشهوره وغتولي محبوبه. ايوا من بعد هذا هو السؤال. فهادشي راه الناس اللي كيعطيو فرصه قلنا شوهو بالمغربيات. بين قوسين سميه يمكن نقول لك حيت بدات شويه. انا في الصراحه كنت واحد المره كنتبع داكشي ديال هادشي ديال روتيني اليومي وديال اليوتيوب يوزات وداكشي، كنتبع واحد الجزائريه. داكشي اللي كتبغي المغاربه واللي كدوي على المغاربه فريمون جرني في خاطري، يعني واحد الشكر اللي كتشكر في المراه المغربيه وكيفاش كتعتني براجلها وكيفاش كتدافع على المراه المغربيه من الصوره النمطيه اللي كاينه في المجتمع كامل كيفاش كيشوفونا وكيفاش كدوي وكيفاش. فتصوروا هذه السيده جزائريه يعني من بلد اخر، طبعا بحال بلد شقيق وبزاف المغاربه اللي مجوزين من الجزائر ومجزائر مجوزين مغاربه، ولكن كتبقى يعني انسانه اللي في بلادها وكتدافع على مغربيات. حنا المغربيات كنديروا بحال هادشي، المهم علينا. ايو يا باكي قلت ما يدارو اخر ما كاين في السعايه. والله هنا زوينه هادي، عرفتي بحال شي اخر ما كاين في هاد الحطه هادي، دابا كتشوف اخر ما كاين في السعايه. المهم سمحوا لي انا راه كندوي بطبيعتي دابا. نتمنى انكم طريقتي الطبيعيه اللي كندوي فيها مع صحابي وداكشي كامل تقبلوها. زعما كريم حدايا كيضحك داكشي هو هذاك ابو كريم صافي مزيان. فردوس علامه الساعه اختي دارت بزاف، كنتظروا غير القيامه تقوم وخلاص. ام نسيبه من ورا اختي الله يحفظك ليا. امينه اختي سكينه جزاك الله خير على هذا الموضوع في المستوى وبغيناكم تكلموا فيه. وي حنا كنتكلموا فيه الله يستر وصافي، ما راه كنتكلموا فيه وغنتكلموا بزاف ديال الحوايج، ولكن بصراحه اللي خلاني نتكلم فيه اليوم هو انه هادشي اللي كيدار في القلب عباد الله. ديروا لي طوندونس ديالكم، عطيونا شي حاجه زوينه، الواحد حتى اللي جلس يتفرج شي حاجه زوينه. راه ما يمكنش، راه حتى الكولونات راه ما زوينينش اللي كتلبسوا، قادوا داكشي وصاوبوه وعطيو شي حاجه برودوي مقاد، لانه كتولي غير شوها فابور عباد الله، كتولي غير شوها فابور. انا بحال قبيله كنشطب تحت، دخلت عليكم بالله الا ما تشطيبه تحت الكاتري فاش غتفيدني انا ولا داك اللي كيتفرج. الا معنى واحد، راه عندها معنى واحد، راه باين راني احاول ان اثيرك جنسيا، كنقول لك فوالا المؤهلات ديالي سالينا، اذا ما عندهاش شي معنى اخر. نادجا كتقول الله ينورك اختي سكينه العز المدراجي في القمه دائما، شكرا لك. حقو كيتفرج فينا كريم، قال لي تحيه لك صديق اختي سكينه وتحيه المخرج. مريم نايتسي، كريم نايتسي الله يخليك، كريم نايتسي ودبر راسك انت كتفرج غنقلبو عليك. نادية مساء الانوار لاله سكينه، هادشي اللي ولينا نشوفو كاين ضرب الخطر. وي حنا ماشي، انا شوف انا مع الحريه الفرديه، كل واحد يدير داكشي اللي بغى اللي مسلكو. علاش؟
حيت الوحيد اللي من حقه يحاكمنا هو الله سبحانه وتعالى. اذا ما محقتش شي واحد يحاكم شي واحد اخر، لانه بزاف الناس كيعيشوا معاناه في حياتهم حيت خايفين من كلام الناس، حيت خايفين هذا كيقول عليهم، هذا تيدوي فيهم، هذا قال لهم، هذا قالوا ليه، هادشي كيبقى معيشو فواحد العذاب اليم. كتلقى السيده ولا السيد دوزو 60 عام من عمرهم 70 عام ما عاشوش، ما خرجوش، ما ضحكوش، ما نشطوش، ما فرحوش، ما ما ما, ما استفدوش من الدنيا، وكل واحد بطريقته. فانايا كنقول بانه اي حاجه وقعات كيخصنا نعبروا فيها بعضياتنا، وكيبقى الفاصل هو الله سبحانه وتعالى. يعني ما محقناش حنا نفصلوا في المساله، ولكن فعلا فعلا هادشي كاين، خاصو شي فران عباد الله. راه عارف الانترنت ماشي سو كونترول، ولكن خاصها تكونترولها، راه ولات الفوضى ولات السيبه، راه ما والا نديرو مثلا بحال دابا كتدخل الانترنت كتعرف هذا السيت ديال الاباحيه، هذا السيت ديال الثقافه، هذا السيت ديال الضحك، هذا السيت ديال صافي. بحال كديروا يوتيوب ديال الاباحيه، يوتيوب ديال الصدقه، يوتيوب ديال الاخوه، يوتيوب ديال تقديم شي امور، راه كتكون واضحه باش كل واحد كيعرف راسو فين غادي. اما باش انايا زعما بزاف درتش انا قبيله في المونتاج، خاصني نقول شكرا لاسماعيل الكحلاوي حيت هو اللي صاب لنا داك المونتاج. ملي صابوك تو اسماعيل بزاف باش هادشي انا غنوري للناس، قال لي هادشي اللي كاين. قلت له الله يرحمك الا ما دخل شويه ديال الناس زعما فهمتي، دخل شويه ديال بغيت نشري حوايج، شويه ديال انا في كوزينه، لان ملي جينا نقلبوا لقينا غير مقدمه بنو خلدون، ما لقينا حتى هادشي بكثرت ما كيضحك والله حتى كيبكي في الداخل وحق الله العظيم. زعما صافي مالو كا ولينا، ما نقولش ولينا تافهين، ولكن راه ولات تافهه فهادشي. كوتا كتقول انا ما عمرني ما تبعت شي واحد في اليوتيوب حسن ما درتي، المهم حنا عداويين وصافي انت جمعي معنا صافي. السلام عليكم ابنتي، مرحبا بك لاله فاطمه. مجدولين، شوفوا اسماء بيوتي دارت الفيلا والطوموبيل، ناضو يديروا لاباس بالزربه تفاه، وما عرفتش ما كل واحد تيدير داكشي اللي كيبان ليه. واش اسماء بيوتي دارت الفيلا والطوموبيل وهادشي كامل من اليوتيوب؟ راه ما يمكنش سيدة، يمكن عندها امورها، عندها شغلها، عندها صافي با دير كو اي بطل. واش دخلت عليك بالله كريمه بالميميك، هاد اليوتيوب شحال يقدر يروح من بنادم؟ ها شحال 2000 3000 4000 درهم ماكسيموم، الا وصلتي شحال كاع 4 المليون 5 المليون ديال واحد متابعك بحال هكا، هذا هو التقدير. صافي هذا وجهدنا 4000 درهم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نوال tout à fait d'accord avec vous. شكرا بزاف ليك نوال، الله يحفظك. فاطمه موضوع مهم بنتي، الله يهدي ما خلق الله ما امين. كوثر حشومه وياه شاده كتقول راه كانوا دايرين مسابقه في الانترنت سميتها المهم باش يعاونوهم كيفاش يكونوا مفيدين، ولكن انا متاكده ان حتى واحد ما سمع عليها. يا ودي انت باش غدير فيهم مفيد الافاده؟ اول حاجه انا اول مره نسمع انا لي صحفيه كاع، لان مش مهتمه بزاف هذا الجانب هذا. دابا عاد مش مهتمه بين اننا غنبداو نتلاقاو وخصني نعرف اش الواقع. وحده كترجع نقول كتلبس الكول ولا عباد الله تركو تختار، علاش بغات هي الافاده؟ افيك تو مون ريسبي زعما، مع احترامي التام باش ما تحسبش عليا، مع احترامي التام باش ما تحسبش عليا. الله يعطيكم العز، اما الدل راهم فيه، يا ربي سترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الحرب، اللهم امين. فاطمه زياده على مناقشه المشاكل العائليه على الملا وينشروا صابونهم على العالم. هذه كاينه، هذه كاين وحده راه البارح كنشوفها اللي وشمات بلا خبار وضربها والله. عطا واحد التصرفيقه تدارج ايوا، وحنايا كنقولوا لا للعنف ضد المراه، وهاد الامور ما خصهاش تكون، والراجل ما خصوش يقيس المراه، وخص يكون الاحترام في العلاقه الزوجيه. سمحوا لي بان ليكم كنبينوا الماركر نديروا الايجار، لا يا ولد نيانيا، وما خصش هادشي يكون، وما خصش العنف يكون وكذا. وهادي والسيد جهر وبدا طيط 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 طيط، نتوما ديروا داكشي من دماغكم، وعطاها بالصفعه تدارس بيك الضحايا. قلت لها كنضحك معاك ما دارت لا وشام ولا والو، بديتك تحيد في داكشي، درت غير البيسينغ. لا 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 ها كنضحك معاك في الاخر، وعصبتيني فرشيني على الطوع انا يا غنفعل ونتركو. وربي ربي 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 دخلت عليكم بالله، شنو الزواج هذا اللي الراجل كيتجرأ وكيضرب المرأة؟ انا ما نقولش لكم ما كاينينش حالات العنف، حالات العنف عندنا كثير
كثيره كاينه شي مرا يمكن لي بالضرب هاد شي حياجه. ولكن احنا اليوم كنقولوا للمراه المغربيه ما يمكنش تكون مراه ديال الضرب. حنا اليوم كنقولوا لا للعنف. حنا اليوم الا اتصلت بينا مرا وقالت لينا راجلي كيعنفني كنقولها لا لا سيري الخليه ديال العنف وفعي به الشكايه. الناس كيقول لها كتشجعوا الناس على انهم يتفرقوا على انهم يتلقوا. اسيدي الا انت ما قادرش تزوج بالسيده وتحترمها ما كاينلاش خليها في دارهم. الا كنتي غتزوج بها وتكرفس عليها وتضربها ما كاينلاش راكم صاحبين خليك مصاحب وعطي اتساع لبنت الناس ما تجيبهاش لدارك وتكرفس عليها. حيت حنا هادشي ما كنبغيوش نقولوه ولكن هو حقيقه. زعما حنا راه حقيقه دابا هادشي راه حقيقه عندي وفي من بعد. اذا ملي كيولي تصور هادشي في يوتيوب مرمى الله قعطاها الوجه ما فهمتش غنمشي المشاكل العائليه راه مصيبه هادي. فرض ان داك الراجل ما عارفش ان هاد المراه واخا اشك في ذلك ما عارفش ان هاد المراه دايره فيه المقلب وجا الراجل ايوا وعرع القديم والجديد شي حاجه اللي ما بين الراجل ومراته انتيم ايوا درت لكم المقلب شتو اليوم هذا المقلب فنوفل. المهم المهم انا عديو عليا وصافي. المشكله كيلقاو هما المشكله كتقيهم هما اللي طالعين في طوندونس. الصراحه عيقوا بزاف هادشي خاصو شي حل وياه راه هذا هو المشكله. دابا راه هادشي في بزاف ديال لي دومين تفاهه ولات عندها قيمه ماشي غير فهادشي ديال اليوتيوب. وهنا كيتطرح سؤال كبير زعما ما فهمتش انا راه بقيت كندوي تملت نتقد في الجلسه سمحوا لي الفقصه الفقصه سمحوا لي ما ديروش مني خلت الصواب انا وليت انايا سميتو. المهم علينا لالا امينه نحن في زمن الفتن والهرج والمرج فلا استغراب الناس ولات تستحلي الفضيحه. يمكن الناس اللي محترمين راسهم عندهم ماليهم كل واحد كيشوف مستواه. شي مرات والله العظيم ما هكا بالله سمحوا لي انا راه فيا كثرت كنبقى باقي يلاه نبدا نقول لكم انا الراديو سترت كل ساعه كنجبد هكا دابا قبلوا علينا كيف ما حنا وصلنا. الوغ الناس محترمين سي فغي ماشي بالضروري مستواه. كاين شي مرات اللي بنادم غير كيمشي مع الموجه وصافي وما كيعرفش النتيجه من بعد شنو هي. شوها صافي كوثر عندك الصح. انا كنتبع حليمه وبيلا نوفا بس اختيار. مرحبا بالرجال اللي كيتفرجوا معانا مرحبا بيهم سي انوار كوثر هادشي خاص يدير ليه شي حل موضوعي حيت زادوا فيه بزاف والله بغيت غير شي واحد دابا يقول لي هادشي واعر وهذا كلشي ما عجبوش الحال ما فهمتش وما فهمتش هادشي كيفاش كيكون طالع في طوندونس ما عرفتش والله ما عرفتش. جبان لك في الفيلم بدون تعليق يعني كيسوا كيقول دير لنا داكشي ديال اميمه السلام صافا بخير اختي كتفرج دخلي فحالك للدار باقا كتبريباري قلت ما يدار مساليات وبغاو الربح اكثر. ممكن ممكن عندك الحق اختي سكينه يمكن باغيين الشهره بالاجساد ديالهم اكيد عندهم نقص. Partage des secrets de cuisine, ok. Moi, j'ai appris beaucoup de recettes de pas mal de chaînes, منهم حليمة فيلالي. أما بحال هاد السيدة غير الجهل والفراغ وقلة ما يدار. وي أنا معاك. زوينة صراحة أنا دفوا نقدر نبغي نطيب شي حاجة ولا نصاوب شي حاجة المهم بيني وبين ما إلا وقعت شي حاجة المهم بغيت نطيب شي حاجة. نقدر ندخل يوتيوب نقلب على وسات نبغي نشوف قناه ديال السيدات كيطيبوا كيفاش كيطيبوا شنو كيديروا شنو كيصاوبوا مثلا بغيت ندير ماسك الوجه بغيت نصاوب سكراب بغيت اي حاجه هكا يعني كتمشي كتحاول انك تشوف الناس الاخرين كيفاش كيديروا هادي زعما كتحاول دير ليفور. ولكن الكولون ما عرفتش علاش نموت ونحيا نفهملاش امالك هاد الروتينات كيفيدو غير المكبوتين. اما التخمال اول حاجه تعلمناها في ديور والدينا معقوله والله العظيم
حتى اللي ما قداش على التخمال كتجيب مساعده معاها كتعاونها كتقضي الغرض، زعما ما غنحتاج شي حد لي يوريني كيفاش نمسح الغبره، كيفاش نجفف، كيفاش نشطب، كيفاش ندير لاسبيراتور الا كانت عندي ما عنديش، كيفاش ندوز باي باي، كيفاش ما عرفتش كيفاش، ما عرفت شنو هو، كيفاش نحك الحمامه عباد الله بحال هذيك قبيله، كيفاش كتحكي الحمامه، كيفاش تقلي، سمحوا لي كيفاش تقلي الفريج، هذه اللي واعره زعما هي نقدروا نقولوا كاين شي علاش ما كيطيبوش، ولكن كيفاش تقلي الفريج يعني كتجبي شي وحده كتقول لك كيفاش طيبي بيضه، ما عرفتش كيفاش قليتو الفريج ولا مازال انا نقلي الفريج دابا. المهم كوثر حتى لهاد الدرجه مسخوطه هادي، شكون هي؟ سي سعيد مرحبا بك، سي نبيل مرحبا بك، تحيه للناس الجزائر والناس المغرب بطبيعه الحال، حنا كنا خوت الحمد لله. محمد وقال انا راه معوط باش نقرا المهم الغدا معاكم. تبارك الله عليك اختي سكينه، شكرا لك كوثر، تبارك الله عليك تتهضري في الواقع، شكرا لك كوثر. غزاله تبارك الله عليك اختي سكينه، الله يحفظك رائعه سواء في الراديو او دابا، الله يحفظك لك البشرى. استاذ كمال مرحبا بك. فردوس خاصنا مراقبه على مواقع التواصل الاجتماعي، راه كاينين وليدات صغار وبنات مراهقين كتاثروا بهم، راه هذا الشيء بزاف. فعلا بزاف ديال البنات وبزاف ديال الوليدات. قبل ما نعلق رضوان الرمضاني يشاهد، يا ربي السلامه، يا ربي يا ربي السلامه، جاتني الخلعه، الشاف ديال ديجيتال طب اوا زعما دابا واش كونت حقيقي ولا كونت واحد اخر؟ مرحبا السي رمضاني، عشان نقول لك صلع المباشر ولكن قلتي لي ندوي بطبيعتي، انا كنقول لك صلع نقولها بطبيعتي. فاطمه مرحبا. فردوس خاصنا مراقبه على مواقع التواصل الاجتماعي، عندك صح فعلا خاصنا مراقبه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان كيدخلوا دراري كيدخلوا بنيات، غير هو محقناش حنا نحكموا الناس، نبداو علاش لبستي كذا، علاش درتي كذا، علاش عملتي كذا، علاش درتي كذا، بقدر ما انه داكشي اللي كيشوفوا الوليدات خصو يكون في المستوى المهم اكسبتابل، روتيني اليومي هالعار هالعار، انا اتبنى حمله من الان، لا لي روتيني اليوم. شكرا، كنشكركم بزاف، ما بقيناش بغينا نعرفوا الروتين اليومي ديالكم. لاله نعيمه ام عيسى مرحبا بك، تبارك الله عليك اختي سكينه ديما منوره، شكرا لك ام رضا. سلام اختي سكينه، على ما بان ليا في هذا الوقت تخسر الهضره والميعاه هي اللي كدير البوز، كاينه كاينه عندك الصح. رشيده مساء الورد حبيبه مرحبا، مرحبا بك لاله. لاله سعاد مرحبا، لاله لبنى مرحبا، فابيو مرحبا، واخيرا لقيتك مرحبا لبنى. كوثر المهم تيسالي اللايف وعاودي من الاول حيت كاين شي حوايج خصك تشوفيهم في الاول. الله يهدي ما خلق، هذا الشيء راه بزاف زادوا فيه بلا قياس. اختي اللي ضرني كثر هو الرجال اللي كيشوفوا الزوجات ديالهم كيديروا هذا العجب وعاجبهم الحال، وناري على زمان. وياه وياه، انا ما نقولش لك هنايا زعما المبدا ديال لا الرجله ولا ماشي الرجله، وديك هذيك الهضره غندويو فيها من بعد وغادي نتناقشوا عليها من بعد، لان كل حاجه غندويو فيها كاع داكشي اللي كيقيسنا غندويو عليه. ولكن عندكم الصراحه في الصراحه ملي كنظن ان ما عرفتش كاينه شي وحده من 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 السيدات اللي كيعرضنا الكولونات متزوجات، ما كنظنش ما والله اعلم، ولكن من العيب في الصراحه، من العيب الراجل ماشي هنا باش يتحكم في المراه، هذه مساله ما كايناش، وكاين كاين تعايش مع بعضياتنا، كاين تفاهم مع بعضياتنا، واش نقدروا نتعايشوا مع بعضياتنا ولا لا، واش نقدروا نكملوا مع بعضياتنا ولا نحترموا بعضياتنا، نحترموا اراء بعضياتنا، اي ولكن هاد المساله اللي قلتو ديال هاي هاي ديال انك تشوف مراتك مثلا كدير واحد التصرف ماشي هو داك، اولا واحد الطريقه ماشي هي هذيك، اولا المقلب بواحد الطريقه ماشي هي هذيك وتقبلها، هادي عندك الصح. كنزة لبنى قالت لنا سر رضوان الرمضاني معنا شخصيا، وياه خليها الله وصافي، الله يخرج هاد اللايف على خير، بدون لغتي خشب انت الرمضاني، انا كنستعرض القوة ديالك في 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 المباشر، انا والله الا خدامه بدون لغتي خشب، غدا تقول شي كلمة نوريك. سعاد مرحبا، لبنى مرحبا. كنزة كتقول لنا الصراحة خاصنا الرقابة على اليوتيوب خصوصا في المغرب، ولينا تنشوفو غير التفاهات، كاين شي ناس تنتقدوا وهما اللي تيطلعوهم في الطوندونس، كاينه هذا موضوع غندويو عليه شي نهار، بحال شي واحد كيدخل ويبدا سبان 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 معيار 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 معيار، وتقدر تدخل عند داك الانسان وتقول ليه شنو هو المشكل، لا والله العظيم الا كنت غير واخد منك زعما موقف هكاك ودابا عرفتك وسمح ليا،
ولا شي حد كيدخل مورا ليكران كاع هذيك المكبوتات الداخليه بحال هاد الناس كيضحكوني انايا وكيعجبوني كاع هذيك المكبوتات الداخليه ديالو كيبدا طيط 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 فعلا تركا كذا 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 وعلاش داخل كتشوف رانا عاوتاني كيطرح سؤال اخر. ولكن الغريب في الامر هو كيف ما قلتي كيشوفوا الفيديو ما عجبهمش كيطلعوا الطوندوس كيلايكيو كيعطيو التحيه والسلام. سلام ام احمد من الدخله مرحبا بك. دنيا مرحبا بك. سوما سلام سلام مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك بسمه. كنزة اي واحد ولا تيقبل على راسو الشهاله قبل الفلوس وياه. ام ملك اللي عجبتني قالت لك كيف تقلين الفريز بكولون النمر. جاب الله ما سمعناش دريبي حيت عنده عقده من النمر. المهم علينا واحد الرقم هاتفي ما عرفتش واش نتواصلوا فيه ولا شنو هو شنو هو الغرض اللي كنت تصيفطوا لنا الغرض من بعد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سي حميد. بسمه صراحه عيقوا بزاف. سوما تبارك الله عليك شكرا ليك. كوثر رضوان الرمضاني حاضيك حاضيك تافك وانت تشوفي الله يستر وصافي. فيروز مرحبا بك يا فيروز. الياس تبارك الله عليك شكرا ليك. فردوس صراحه خاصكم السر رضوان شي حلقه يجمعكم كاملين ونعرفوا علاش باغيين يوصلوا وياه. ايوا خلى الله وصافي. لطيفه مريم لايكه ثلاثه مرحبا. السلام الغزاله ديالنا كنحمق عليك حتى انا لندى شكرا. مريم كضحك مرحبا. تيفا زهره السلام حبيبه سكينه مرحبا كنحمق عليك زهره. كنحييك اختي سكينه الصحفيه الحره شكرا لك سي حميد. بناتي قرات عيني صوتك حنين كيعطيني طمانينه شكرا جزيلا لك لاله الله يكبر بيك. عجل الله يهدي ما خلق فعلا الله يهدي ما خلق الله يصوب ندوزو تنعيو ونقولوا الله يصوب. بصراحه عصام تيقول سلام صافا اختي سكينه. انا عصام من شفشاون عافاك انا صيفط لك انفيتاسيون سور فيسبوك عافاك قبليها. واخا سيدي مرحبا مرحبا سي عصام بكل فرح. التغيير من القاعده كنا خصنا نديرو مقاطعه لقنوات الصرف الصحي لبنى. ايوا هنا فين كيتطرح السؤال احنا اتفقنا على الا نتفق زعما بحال هادشي راه بزاف ديال الناس يكونوا ضدو كذا وهادي وكيتفرجوا فيه وكيشوفوه وكيجيو بحال كيتبعوا روتين اليومي. انا شوف بغينا دوينا اليوم على هذا الموضوع لانه خلف واحد الجا كثيره بصراحه. ما نقولش انا ضد التكنولوجيا، التكنولوجيا شي حاجه مهمه سهلت علينا الحياه بزاف ديال الحوايج، ولكن في نفس الوقت مبقاتش كتخلينا نحترموا الخصوصيه ديال الناس. كتلقى راسك في عرس عباد الله كلشي كيصور، ما احترمنا عروسه ما احترمنا عريس ما احترمنا عائله العروسه ما احترمنا عائله العريس. كتكون معروض في شي بلاصه عرس مناسبه جلسه مع الصحاب مع الحباب مع العيالات مع الاصدقاء مع وكتخاف تنوض من بلاصتك شطحتي غدا تلقى في يوتيوب رقص ساخن اللي خلاب فلانه. تحركتي مشكل ضحكتي غير من نيتك سمحوا لي كان التليفون يطيح ضحكتي غير من نيتك مشكل. بصراحه ولا واحد ولو كيعجبوني بعض الناس دابا اللي ولا في لي زيفيتاسيون ديال العرس ولا ديال المناسبات ولا جلسات الصحابات ولا كدير باني في الباك وكتحط التليفونات حنا بغينا نجلسوا. قتلونا هادشي ديال ستوريات وداكشي. كوكو لي في انا عاد فقت كوكو لي في مشي درت سوا فيزاج كوكو لي في شريت اليوم سروال من الماركه الفلانيه كوكو لي في اليوم نخرج نتعشى مع ما نعرف شكون كوكو لي في اليوم معروضه البصافة ولا لي ولا لي. الله العظيم نفسي انا بلوك 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 انترناسيونال وكانت الامكانيه ديال بلوك 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 انترناسيونال انا نتكفل نشريها ندير بلوك 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 حيت حشوم حشومة نكونوا بدل قلة الاحترام للحرية الآخر حشومة نزلوا من قيمة راسنا من قيمة بعضياتنا من قيمة حبابنا من قيمة الناس القراب لينا من قيمة نفسنا ذاتنا راسنا. راه بزاف ديال الحوايج الصراحة اللي فغيمون كدر في الخاطر كدر في الخاطر. أمل سلام سلام. سمية كتشوفنا مرحبا. الله يدينا في الدوخ لا تجدى اللهم آمين. ميرسي بزاف لاله سكينه تحيه ليك من شفشاون مرحبا بسي عصام. صاحبه الامر صحيح فين مشى قلوب فين مشى قلوب رحيمه.
قلوب رحيمه برنامج اللي كان خاصو يوقف فوقف، ودرنا برامج اخرى وتحنا ما سخيناش بيه وتحنا ما بغيناش يوقف وتحنا درنا مجهود كبير باش يبقى، ولكن غالب الله ما كانش امكاني انه يستقر. فنتمنى ان داكشي اللي داز يكون في ميزان حسناتنا جميعا يا ربي. وشكرا لك على السؤال، وان شاء الله اكيد انه ماد راديو غتعطيكم بزاف ديال البرامج والافكار الزوينه. الحمد لله طاقم تيفكر تيخمم تيدير مجهود، واخا مابغيش ندوي على الراديو دابا، حنا كندوي على البريس وكندوي على الراديو شويه فيها، بس كنديروا مجهود كبير. واكيد انه ان شاء الله باذن الله غتقاو دائما داكشي اللي كيعجبكم على الاذاعه القريبه منكم. تبارك الله عليك اختي سكينه، عندي عزيزه بزاف خصوصا كتشبهي اعز صديقاتي، الله يحفظك يا لاله. اما رايي في هذا الشيء، انا علي نوصل القرار نقطع الانترنت نهائيا من قوه هذا الشيء، ولا كيلمني وكيعصبني والله العظيم ما قدرنا نديروها. انا معك للاسف. خاص جميع الاذاعات الوطنيه يديروا شي حمله على هذه الظاهره خايبه، اكيد كدير مجتمعنا راه ما عندها حتى فائده. بزاف بزاف ديال لي سوبور لي دواو لي دواو على هذه المساله هذه، سواء اذاعات صحف مكتوبه ولا مواقع الكترونيه، دواو على هذه القضيه هذه. سورتو هذه الايامات هذه من بعد المشكل او من بعد الضجه اللي دارت ساره اوجاد، ومن بعد من الكترو الكولونات، فترت بزاف ديال الناس اللي دواو على الموضوع، بحال ولا الموضوع تيقول اش هادشي حنا فين غاديين، زعما تقال دوات دوا داز الهضره، كاينه الهضره على هادشي. وفعلا جميع يعني انا حاولت نتبع مع يعني راح تسمعوا الاذاعات الاخرى او كنتبعوا الاحداث في منابر اخرى، يعني راه خصنا نعرفوا شنو واقع هنا وهنا وهنا. تبعت انا الموضوع، حاولت نبحث، حاولت نقلب فيه، حاولت نشوف شنو واقع. لقيت بانه الى ما كانش واحد 95%، انا باش نعطي رقم يعني باش نقولش 100%، غنقول 95% من الناس اللي تاروا الموضوع كانوا ضد، ما كانوش معه. انا مازال كنتظر شي حد اللي معايا، يعني جول الناس ضد. زينب مرحبا بك، انا كنحاول نبقى ديما قريب منكم كاملين داخلين معايا، عفاف وطارق وكريم نايسي وسناء كيلاني وسي عمر، مرحبا سي عصام. السلام السكينة تبارك الله عليك، التوفيق ان شاء الله. شكرا لك خديجة، احسن صحفي الله يحفظك تبارك الله عليك، شكرا لك سي عصام. الحمد لله كاينه ميد راديو احسن اذاعه، شكرا لك الله سعاد، الله يكبر بيك، راه بفضلكم من بعد الله سبحانه وتعالى. حتى انا واقع لي نفس المشكل ديال اش سي عصام، نفس المشكل، وهي بعض المرات كيكون جالس على راحته ناشط مع صحاباتو حتى يلقى راسو منشور فيسبوك. وي هذا مشكل كبير، هذا مشكل كبير. كتجلس انا بصراحه ما نكذبش عليكم، يمكن شويه زعما الواحد اللي كيخرج ويضحك وهذه كيبغي يضحك، وهذه كتشوف التليفون تهز وكتجلس كتزقع كتكون في بلاصتك، لانك راح شي شويه تلقى فلان بن علان رقص فضيح في ما نعرف شنو هو ولا. المهم كتبقى حريه شخصيه، الواحد من حقه انه يخرج يضحك ينشط مع عائلته مع والديه مع صحابه مع احبابه مع من ما بغى، كتبقى حريه فرديه حريه شخصيه. ولكن اللي ما محقكش انت هو تهز تصورني وتبارطاجيني. وعلى فكره راه القانون كيعاقب على هاد القضيه هادي، دابا راه كاين قانون، راه من حقكش انك تنشر صور ولا فيديوهات ولا مكالمات ولا تسجيلات بينك وبين شي حد بدون اذن هذاك الحد، ولا يعني بالاذن ديال النيابه العامه، يعني الا كان شي حاجه غتوثقها ولا خاص يكون عندك الاذن ديال النيابه العامه اللي عاد يمكن انك دير هاد القضيه هادي. يعني كاع دوك الناس اللي كيكون مع بنت مصاحب معاها كيبدا يسجل ويصور وكذا وهادي، ولا غدا اللوحه ولا غدا يدي يهدد فيها، راه انت كتهدد في راسك ماشي فيها هي. ولا نصبحك ولا نشويك ولا تيكون واحد مع مرات وشي مرات رقينا هادشي، اولا كيكون صحابات مع بعضياتهم انتيا عرفتي شنو هو غنشوفو كنفعكم، هادشي كلشي كيعاقب عليه القانون، كلشي كيعاقب عليه القانون. الحمد لله في المغرب كاينه الشرطه، كيف ما كاينه الشرطه القضائيه كاينه الشرطه الالكترونيه اللي ما شاء الله عليهم نشيطين، يجبدوك زعما ما فيهاش تخرجيش فريمون، راه ولا مشكل. يعني الناس خصها تحترم شي شويه راسها وتحترم الخصوصيه ديال الناس. فين مشيتو؟ مازالين جالسين. عدم الزهراء السلام سكينه ما شاء الله عليك ديما متبعك، راكي غزاله كتشبهي البنت عمتي في المانيا، الله يحفظك الله خديجه مرحبا. يا اليوم بقيت جوج ناس كيشبهوا ليا من 40، شحال باقي ليا؟ 40 انا 39 باقا 37 كنحسب بصباعي. واخا نشوفوا شكون اخر.
ام وهيب وحذيف. ام وهيب السلام عليكم. زين سلام مرحبا. يوتيوب ما غير راه طوندونس يوتيوب ماروك غير الله يرد بينا امين. فاطمة زهرة مرحبا. سلام سكينة ما شاء الله عليك ديما نتبعك راكي غزاله كتشبي ايه هي هذيك. انا اللي قتلوني فاش كينوضو تيولدو كاملين تيطلقو كامل كلشي بجمله. ما فهمتش هاد القضيه. داكشي زعما ديال شنقولك هاد القضيه هادي هاد البلان هذا. هاد البلان هذا عنده نقاش اخر عاوتاني. حيت انا ما شوف كاين الناس اللي مثلا كيكون شخصيه عامه فنان يمكن يكون صحافي يمكن يكون عنده واحد زعما عنده واحد الحضور مع الناس عنده علاقه مع الناس. الناس كتبغي تعرف لي ديطاي حياته. كيمشي لي ديطاي ماشي مشيت فطرت في قهوه خاصني نقول لك راني مشيت فطرت في قهوه. يعني كاين شي حويجات كيعرفوهم عليك كيعرفوك وضعك العائلي مثلا عندك وليدات ما عندك وليدات مزوج مطلق ما مزوجش شنو كدير في حياتك كذلك يقدروا الناس يعرفوا عليك بعض التفاصيل. ولكن اللي ديطاي حياتك الخاصه كيبقاو حياتك الخاصه. ام وهيب كنموت عليك حتى انا الله يحفظك ليا. فاطمة الزهراء مساء الخير سكينه كي دايره؟ الحمد لله بخير. بصح كاينين اللي كيستغلوا الفرص وكيشوهوا بناس غير الله يسترنا. وياه انا كنقول لهم زعما بارطاجيو لو ماكسيموم زعما راه كتشوها راسك راه غتلعقها غتلعقها بالمصطلح العامي غتجيبها في راسك غتجيبها في راسك زعما بلا ما تحاول. هبه صوت رائع وحضور اروع خليك ليا الله يحفظك. ايوا الحمد لله انا مرا مغربيه وصحفيه كانت اول الحمد لله انا مرا مغربيه وصحفيه كانت كتشرف بينا. الحمد لله اول مره زعما مغربيه وصحفيه كتشرف بينا وكتكلم على هذا الموضوع بغيره على بنات بلادها. الله يحفظك لاله سكينه بطبيعه الحال لا فردوس. حنا يعني الحمد لله جات فرصه لواحد اللي شافها ناس وشافها ثقافات وعرفت بقيمه المراه المغربيه. المراه المغربيه راه عندها واحد القيمه راه ما يمكنش عباد الله راه ملي كتمشي للعالم راه بزاف الناس كيقول لها المراه المغربيه حيت ما نعرف اونتغيومي وداكشي لائحه طويله. لا المراه المغربيه راه ما كاينش بحالها في العالم. راه هادشي علاش ناس من جنسيات اخرى كيجيو كيتزوجوا بالمغربيات. علاش؟ حيت مراه نقيه مراه حادقه مراه صباره مراه كتبغي دير كتبغي تلم الاسره مراه غير متطلبه. يعني البنات المغربيات ملي كيجيو للناس غير يتهلا فيها ويكون ولد الناس يعني ويكون بار بها وما يتعداش عليها وما يتكرفش عليها مستعده انها تبدا معاه من الصفر. في المجتمعات الاخرى راه ما كايناش هاد الهضره راه ما كايناش هاد الهضره. راه تشوفوا المسلسلات ما كايناش هاد الهضره ممنوع. يعني ما كاينش خاص يكون عندك مقومات ومؤهلات معينه عادي يمكن لك انك تفكر في الارتباط. يعني هذه كاينه في مجتمعات اخرى ربما هذه المعلومه غايبه على الناس كيقول لك حنا غير المغربيات احقا سحارات وعاهرات وكذا وكذا وكذا. انا كنقول لهم بزاف عليكم. اول حاجه المغربيات انيقات ومؤدبات ومصوابات وبنت الكبرانيه وبنات القيمه الكبيره واذا شفتوا شي نموذج ولا جوج جاكم في هذا الاتجاه هذا الا جيتوا تجلسوا معاهم غير ربيكم. لانه حتى واحد ما كيدير شي حاجه بخاطرو خاصه شي امور فبالتالي نلتمسوا الاعذار الناس. وهذا الشيء ماشي معناه المغربيات انا ما كنبررش انا ملي تكلمت على العهر اما اديه الناس هذه ما كنبررهاش هذه راه كاينه في العالم كامل فين ما مشيتي اديه الناس والعهر راه كاين في العالم كامل ماشي المغربيات. المغربيات لاليات حرات حادقات برافو على كل مراه مغربيه فين ما كانت شابو باليك. وهذا غير كيد الكائدين خليهم اللي بغا يقول شي حاجه مرحبا. لالا ام وهيب نور الله يحفظك ليا. واش هذا البرنامج جديد؟ اي لالا زهر برنامج جديد على لالا بلوس غنتلاقاو نهار نهار لا غنبقاو ديما الصباح نقول لكم حمسة دابا اليوم تلاقينا الثلاث غنتلاقاو شهر غنتلاقاو الخميس غنتلاقاو الخميس صباح غندير لكم واحد ستوري غنقول لكم مثلا غنتلاقاو في جوج في ثلاثه في الربعه في الخمسه في السته غنخرجوا ولا غنجيو للدار ولا غنمشيو نشربوا قهوه ولا وغنتناقشوا على شي حاجه كتقيسنا. بطبيعه الحال البرنامج هو منتج للسيدات ولكن انا كتفرحنا بزاف لان تفاعلوا معنا اليوم الرجال. واكيد انه في نقاشنا مع السيدات ترى كنقيسوا حتى الرجال فنفرحوا انه يكونوا معنا الاراء ديال الرجال حتى هما. كلامك معقول اختي سكينه الله يهدي ما خلق ما يدار ولينا نشوفوا الركود وراء الربح المادي واخا يكون على حساب كرامتهم وعرضهم. وياه
بروميي طوندونس روتيني اليومي. وي بروميي طوندونس كتلقى شي حاجه اللي خاصه تشاف وخاصه تكون بروميي طوندونس ما كايناش. شي واحد اللي مسكر كيضرب تمبر وكتخلى دارو وخاصو يكون بروميي طوندونس ما كاينش. و كون نمر انا قررت واحد القرار كنضاكو غادي نكومونديو شي زينه ديال كولونات النمر لكل امراه مغربيه كولون ديال النمر. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما بقينا كناخذوا راحتنا فشي جلسه نسائيه كلشي هز وكيصور حرمونا الشطيح والرديح. والله العظيم ما لا وما لا كان داك الصح. انا ما كنشوفش لا يوتيوب لا تلفازه متبعه غير ميد راديو كنستافدوا منكم بزاف. الله يحفظك لا كوثر مرحبا. احنا مازال كاينين اختي سكينه مرحبا بكم. عبد الرحيم مرحبا عبد الرحيم تحياتنا ليك تحياتنا للمدام راكي عزيزه عليا بزاف والله. الله يحفظك لالا ام وهيب مرحبا. نتمنى انه هاد الجلسات هادو يكونوا يعجبوكم ان شاء الله نكونوا مع بعضياتنا وندويو نتناقشوا ونضحكوا وتكون فرصه فين نتواصلوا مع بعضياتنا بشكل مباشر. زهره شكرا مرحبا تبارك الله عليك وكنسلم على لطيفه ونعيمه راه هما كيتفرجوا من المتتبعات ديالك. الله يحفظهم تحياتي الكبيره اليوم. اهلا وسهلا زوينه دمد راديو خليك ليا تعداتي انا يا والله العظيم. امينه المراه المغربيه اجمل نساء العالم وي الله يتم بقى على خير حيت هادشي اختي كثر حتى بسال والله عندك الحق. قولي لنا اختي سكينه توقيت اللايف ديال المقبل كيعجبوني برامجك كرتاح لسماع صوتك وطريقه التحليل ديالك. مرحبا لاله انا كنوعدك ان شاء الله باذن الله نهار الخميس الصباح غادي تبارطاجي في لاباج ديال لاله بلوس غتبارطاجي في لاباج ديال ميد راديو غتبارطاجي عندي في كونت بيرسونيل غتبارطاجي في انستغرام ديالي الوقيته بالضبط اللي غيكون فيها اللايف الجاي حيت ما عرفتش واش غادي نديرو بالليل ولا غنديرو وسط النهار ولا غادي نديرو فشي بليصه. المهم باقي دابا حنا كل نهار ورزقو ياك كل نهار واش نرشق لينا وفين غنجمعو فين غندويو وقالتنا جالت حنا ديال بعضياتنا جلسه ديال العيالات مع بعضياتنا والرجال حتى هما مرحبا بكم ما كاين بس نجلسوا مع بعضياتنا نجمعوا مع بعضياتنا. واش ديما كديري اللايف لالا بلوس ولا اول مره حيت انا يلاه شفتو دابا وفريمون موضوع في الصامل خديجه. هذه اول حلقه ديال حياتي قصص حياتي قصص اللي واحد تجربه غنعيشوها معكم غتكون فرصه باش نبداو نديرو مع بعضياتنا باش نديرو على شي حوايج كيقيسونا شي حوايج كيضرونا شي حوايج بغينا نتناقشوا فيهم. وبغيت من السيدات اللي كيتابعونا راه شوفوا كنضمنها لكم مليون في المية السرية التامة للقصص ديالكم صيفطوا لينا قصة ديالكم في البري يعني في الميساج الخاص يعني في رسالة خاصة ديال لالا بلوس انا اللي عندي لاكسي غنقدر نشوف هذوك لي ميساج ديالكم ومنهم غنديروا المواضيع ديالنا باش هكذا نفيدوكم ونفيدو ناس اخرين يعني كل واحد فينا يدوي على داكشي اللي ضارو. مرحبا بكم اولا اللي كيفرحوا اولا تجربه زوينه اولا حاجه وصلتي ليها مرحبا بالجميع احنا معكم بطبيعه الحال وهذه فرصه باش ندويو مع بعضياتنا وباش نتواصلوا مع بعضياتنا. المراه المغربيه مراه قاده وي كيفاش نشكر انا كيفاش نشارك انا مقيمه في مدريد. مرحبا بك زهره صيفطي ليا غير ميساج في البريفي ويمكنك تشاركي معنا بالكتابه فحال هكا وعلاش لا بروشينمون نقدروا نديروا نبداو انتغريو معنا دي زوديتريس علاش لا في لو لايف الا كانت لا بوسيبيليتي مستقبلا بكل فرح. شكرا جزيلا الله يخليك ديما ضحكه نشطه اللهم امين شكرا لك. ام يسرى كنحبكم بزاف الله يوفقكم شكرا. ممكن تضيفيني عندك حبيبه مرحبا لاله الزهره اهلا وسهلا. سيد وهاب مرحبا محمد مرحبا تبارك الله عليك كتعجبيني بزاف شكرا لك لاله ساره. لاله زهره الا كانت الامكانيه انك انت تضيفي حيت انا غيصعب عليا باش نكابتي دابا لو نون ديالك ونعقل عليه انت صيفطي لي انفيتاسيون وان شاء الله نقبلها بكل فرح. مرحبا اسمحوا لي هي فرصه باش نعتذر من الناس فيسبوك حيت شي مرات ربما تصعب عليا باش نقبل لي انفيتاسيون ولا غير ذلك ولا لي انفيتاسيون اللي كيجوني بار ميساج سمحوا لي ما ديروش مني قلت صواب ماشي ما كنبغيش نقبلكم اولا ما كنقبلش ولكن راه فيسبوك دي فوا كيصيفط ليا يعني كيصيفط ليا لادريس اولا كيصيفط ليا داك لانفيتاسيون سمحوا ليا ولكن ما كتبقاش عندي انا لقاش عندي قدره على انني ناكسبتي هذاك كنعطيكم زعما انتما ما بقاش نقدر ناكسبتي هذيك لانفيتاسيون الوغ على الاقل غير صيفطوا نشوف السميه ونعاود نعاود ندير المجهود وسمحوا ليا الله يخليكم ما ديروش مني قلت صواب انا معكم وديالكم ومرحبا بكم واتصلوا بيا بهاتفي الخاص ولا في الواتساب ولا في فيسبوك ولا فاش ما بغيتوا انا معكم مرحبا.
سلام اختي سكينه، الله يحفظك ويخليك ديما الفوق جالسه زوين، ديما الفوق الجلسه زوينه معاك، الله يحفظك لينا لاله نور. مرحبا. واش السي كريم هو اللي داير الاخراج؟ سلمي عليه بزاف. وييه اليوم السي كريم خطفته باش يدير لنا الاخراج الاولي على ما نولف. هو اللي داير الاخراج. السلام كيوصل. صاحبه امل احبك في الله. بصراحه بصراحه ما سخيتش فيكم ياك، وبغيت نبقى جالسه معكم اكثر، ولكن بغينا نبقاو خفاف ظرف على ودناتكم باش هكذا، وعلى تاع العويناتكم باش هكذا نبقاو نتناقشوا بالطريقه اللي كتعجبكم واللي ما كديرونجيكمش. انا ما سخيتش بكم، نتمنى ان الموضوع اللي دوينا فيه اليوم يكون عجبكم. انا ما عجبنيش، المهم علينا. شكرا بزاف لانكم تبعتونا، شكرا بزاف لانكم تفاعلتوا معنا برسائلكم الزوينه، شكرا بزاف على تشجيعكم، شكرا بزاف على تواصلكم معنا. نتمنى يا ربي انكم ديروا معنا يد الله في هذه التجربه هذه، ان شاء الله نتوفقوا بها فيها بكم. فبارطاجيو بارطاجيو 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 للماكسيموم، كونوا معنا، اجيو عندنا للصفحه، انضموا لينا الصفحه ديال لاله بلوس. موقع زوين فيه بزاف ما يتشاف، فيه بزاف المعلومات المفيده، وما طلعش طوندونس الاول حشومه غير كنضحك. مرحبا بكم في الموقع، اجي وشوفوا غتلقاو دي زارتيكل زوينين بزاف اللي غادي يعاونوكم. ايضا غادي تلقاو بزاف ديال الافكار اللي غادي يعجبوكم. ما تنساوش بلي لي لايف ديالنا غيبقاو، نتلاقاو وغنديو في مواضيع اللي كيقيسوكم. عيطوا صحابكم، عيطوا لحبابكم، انضموا لنا، اجي وكونوا معنا. كل مره غنعطيكم كيف ما قلت توقيت الصباح، صيفطوا لنا لي زيستوار ديالكم، صيفطوا لنا القصص ديالكم في ميساج بريفي لالا بلوس، وان شاء الله اكيد انه غادي ندير تشوفي. انا كنوعدكم بان الدردشه غتكون مفتوحه، ما بيناتناش حدود، غنتكلموا في كل شيء، غنتكلموا في كاع داكشي اللي كيضرنا، حتى داكشي اللي كنحشموا ندويو فيه غادي ندويو فيه. حنا الباب مفتوح باش نكونوا الهدف واحد، الباب مفتوح لهدف واحد، ماشي الميوعه، ماشي قلة الحياه، ماشي قلة الترابي، ولكن الهدف هو انه باش نكون واضحه في علاش بغينا نديروا هاد ليميسيون. ما بقيتش بغيت نشوف شي مراه كتمحن في دارها، ما بقيتش بغيت نشوف شي مراه مكرفصه في حياتها، ما بقيتش بغيت نشوف شي مراه قابطه شي حوايج في قلبها ما قادش تدوي عليهم، ما بقيتش بغيت نشوف شي مراه مغربيه خايفه، ما بقيتش بغيت نشوف شي مراه مغربيه محقوره. خرجي وقفي راسك، باني، دوي على حقك، دافعي على راسك، كوني حره، كوني لاله ومولاتي. باش تكوني لاله ومولاتي خصك تكوني في كلشي، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي تهرسك، حتى حاجه ما عيب. العيب هو اننا كنبقاو عايشين خايفين من الناس، وعايشين خايفين من نظره الناس والهضره ديال الناس اللي ما عندها ما تزيد ما عندها ما تنقص. العيب هو اننا كنستسلموا وتنحطوا يدينا للارض وكنبقاو نشوفوا. ماشي عيب نكون ما قاريش، ماشي عيب نكون ما عنديش، ماشي عيب نكون ما لاقيش، ماشي عيب انا يكون ناقصني شي حاجه. كلنا ناقصنا شي حاجه، فين ما وصلنا اكيد انه عندنا شي نقص. الكمال لله، ناقصين كلنا لاننا بشر، وكنغلطوا كلنا لاننا بشر، وكل نهار تنغلطوا، وكل نهار تنديروا اخطاء وتنكرروا الاخطاء لاننا حنا بشر. فنتمنى انني نعاونكم ونعاون حتى راسي معكم في اننا نهرسوا واحد الحاجز اللي خلقوا لينا واحد المجتمع انتغيومي شويه ذكوري، واخا يبقى الحال في الرجل ملي غنقول هذه الكلمه، ولكن للاسف المجتمع المغربي شويه زايد طالع على دوز ديال الذكوريه. حنا ماشي هنا باش نحيدوكم ولا نهرسوكم، لا، حنا هنا باش نتساوا مع بعضياتنا. ولكن راه بغيتوا لا كرهتوا كتامنوا بها، المراه كتمثل الناس في المجتمع، والناس في الاخر هي اللي كتولدوا، هي اللي كتربي، وهي اللي كتكبر. فمن العيب انه المراه تكون كتنتمي للفكر الذكوري او انها كتشجع الفكر الذكوري. كنفرح بزاف ملي كنلقى عيالات اللي كيربيو وليداتهم على التربيه وعلى الاخلاق وعلى احترام المراه، شي حاجه زوينه بزاف 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 اللي نتمنوا اننا نعيشوها من خلال هاد لي لايف اللي غنبقاو نديرو. ما سخيتش بكم، وانا فيا الهضره بزاف ما كنسكتش، وهادي مشهود ليا بها فين ما مشيت، ولكن على شي حال غنبقاو نتلاقاو في لي لايف. نبغي نشكر كريم اليوم، نشكر اسماعيل، نشكر سي محمد، نشكر يونس، نشكر رضوان، نشكر محمد زينبي، نشكر كاع الدراري، نشكر مهدي فرحي، نشكر كاع الدراري اللي داروا معنا لي فور في هاد الفتره كلها اللي كنا كنحضروا البرنامج باش نكونوا معكم، اولا نحضروا لهاد لي لايف باش نكونوا معكم بالطريقه هادي. نتمنوا انها تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم، ونكونوا في المستوى اللي كتمنوا. ما تنساوش نتلاقاو نهار الخميس عاوتاني واحد اللايف غندويو فيه في واحد الموضوع مهم بزاف. كونوا معنا كثار، بارطاجيو مع صحابكم. كنوعدكم الخميس الصباح ستوري غنديروا ستوري غنقول لكم فيه وقتاش غادي نتلاقاو، وغادي نبارطاجيو لكم الموعد وقتاش غادي نتلاقاو. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم، ما سخيتش بكم، تصبحوا على خير.